صباح الخير يا عم حافظ. اهلا، صباح الخير يا سي رمضان. كل شهر وانت طيب يا سيدي. وانت طيب يا حبيبي. يا ابني امضي امضتين. عيني عيني. حاضر يا عم حافظ. جبت حاجة تاخد فيها؟ ايوه، جبت سلطانية، وامي بتقول لك كتر الدق. يا اخي ده انت فايق ورايق قوي. حد يبقى معاه الهم ده كله ويبقى فايق ورايق يا عم حافظ؟ وكده يا سيدي يبقى معاك 400,000 جنيه، وادي 94 قرش. يا حقان انت يا عم حافظ يا حلو. يلا شايلني يا بشبيش. تعالى هنا، تعالى امضيلي. ما انا مضيت يا ابني. انت كل مره توجع لي قلبي. امضيلي امضايه هنا في الظهر بالاستلام. دول 400,000 جنيه. حاضر. يعني تلات قيمه ب 400,000 جنيه؟ طب انا يا سيدي مستعد امضي 500 ابدا ب 15 جنيه بس يبقوا بتوعي. اتفضل. هات يا سيدي. يلا شايلني يا بشبيش. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا عم حافظ. عليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير يا عم حافظ. صباح الخير يا سيدي. امضي امضيتين. شوف لنا تاكسي يا بشبيش. اجيب تاكسي منين بس يا سي رمضان؟ انا عارف لك. مش المفروض كانوا يجيبوا لنا عربية بسواق عشان ناخد فيها الفلوس دي؟ امال ولاد المدير يروح المدرسة ازاي؟ يروحوا مشي؟ كانت ماشيه في ركبك. المجمع يا اسطى. فلوس جنيهات ليه؟ دول خطوتين. تتمشش في نافوخك انت والترومبيل بتاعك. يلا بينا يا ابني نمشي، مفيش فايده. زمان الموظفين قلقانين. قلقانين ايه؟ الله، نمشي من هنا لغايه المجمع واحنا شايلين الدهيه دي. ام الحريف ده واقفين هنا للصبح. الله، مش شايلين 400,000 جنيه؟ ما يدوناش 2 جنيه عشان نركب بيهم تاكسي. يا ابني يا حبيبي ما عندهمش فلوس. امال دي ايه؟ بس دي ليه؟ لا، برغيت الست. يودينا المجمع ب50 سنه. عينيا ماشي. إله ربنا يسقط اصلك انت والترومبيل بتاعك. يلا. والله العظيم انت ابن حلال. ده الدنيا لسه بخير يا جدعان. بس لو سمحت هنزق زقه صغيره بس. مش قلت لك ابن حلال؟ يخرب بيتك انت والترومبيل بتاعك. الاسانسيرات عطلانه يا فندم، في اسانسيرات تانيه جوه. ودي كلام برضو عبد الرحيم، ما احنا هنروح نلاقي الاسانسيرات التانيه عطلانه. خلاص عندك سن. اطلع السلم 11 دور ومعايا البلوى دي. مش كفايه جايين ماشي؟ خلاص ارميها هنا وامشي. ارميها ان شاء الله تترمي في نار جهنم. قد مصعب لما يحش وسطك. يلا يا فندم يلا، بلاش العطله دي، بلاش الوقفه دي، خلونا نشوف مصاحبنا. عبد الرحيم ما تشيل اللوز اللي مبوظه صوتك دي. يا مخدوم انت وهو. انا ساعتي دي يلا بسرعه. يلا خش يا بيه. احنا فين؟ في شبرا مظلات.
انت بتسأل علي ايه؟ هتسأل عليك ليه بس يا استاذ رمضان؟ قلنا ما احنا في الهوا سوا. اعمل لك ايه؟ هتكون فين يعني؟ في السادس، في السابع. لسه في السادس. يلا يا اخويا اطلع اطلع. ايه ده؟ مصر ايه ده؟ ايه الحمورية دي؟ انتوا تربيتوا في ايه؟ ده اخوات ده يا مصر. مصر ايه؟ انتوا تربيتوا في ايه؟ كان فك ركبك انت واللي كنت عنده. ايه ده يا مشميش؟ ده اخوات دولة يا مشميش. خش يا رشبيش. خش يا رشبيش. استنى عليا يا رشبيش. ايوه استنى عليا يا رشبيش. انا معاك يا حبيبي. تعالى يا رشبيش. حاضر يا رشبيش. حاضر. استنى يا رشبيش. بسم الله الرحمن الرحيم. رشبيش. بسم الله الرحمن الرحيم. رشبيش. يلا في رمضان تخلصنا ولا هتعمل لنا فيها حكايه؟ حكايه ايه يا استاذ؟ انا عملت لك حاجه؟ مش لما اخد نفسي؟ ما تاخد نفسك بعدين يا سي رمضان. اخد نفسي بعدين؟ بعدين امتى يا صاحب عزيز؟ لما اموت؟ الله انت حطيت حلم احضر ولا ايه؟ ما تبطلوا كلام ده يا فنديه، خلونا نقبض. طب اقف في الصف يا اخويا، صف يا فنديه وحد ابوكم. ليه؟ هتقفونا في الجمعيه ولا ايه؟ قال لك وانتوا تقفوا صف في الجمعيه وهنا لا ليه؟ الله يا عقد بقى ولا ايه؟ اوعى إيه عقد، وكل واحد حر في عقده، وصلى على النبي بقى لحلك ما انا مقبض حد. ما تقف صف يا سيدي، خلينا نخلص، عايزين نخلص النهارده. وقف انت في اخر الصف يا اخويا فرحوس انت. الله، انت هتذل لنا ولا ايه؟ انا لا هذل لكم ولا حاجه، مفيش قبض يا فندي، انا لسه عامل برود الخزنه. يعني ايه يا الله؟ خلاص يا استاذ رمضان معلش. ما هو دي مش اسمه كلام يا استاذ محمود، انا لحم ودم برضه. حقك عليا يا استاذ رمضان. اصلها كلمه كبيره قوي يا استاذ خليل، هتذلنا دي؟ ما تذل الرقاب غير الخالق يا سيدي. ما يقصدش يا استاذ رمضان. ايوه بس كل واحد لازم يختار كلمته برضه. خلصنا من الخناق ودخلنا في العتاب، ما تقبضني يا اخويا بقى، انا مستعجله وعايز اروح. ومستعجله قوي على المروح ليه؟ انت مش حبيبته وخلاص ولا هو فرغت عيني يعني؟ يو يا عم خلصنا بقى وبعدين معاك. انا مش فاهم ليه تبقوا قدام الناس التانيه زي الجزم وتيجوا معايا انا وتتحكموا. يا عم ما بتتحكمش ولا حاجه، ورانا التزامات يا سي رمضان. عينيا ليك يا سي محمود، انت تقم روح اجري بقى، وقف في اخر الصف هناك اجري. لا برود الخزنه مفيش قبض النهارده، اجري اخر واحد في الصف انت يا سي محمود. تعالى يا اختي مستعجله، تعالي. زينب عبد اللطيف مش كده؟ ايوه. امضي يا اختي. خدي. فنتك على الله نمشي على طول. اتفضل يا ست زينة. شكرا. استني ملحوق على المروح ليه؟ لسه ليكي 6 ساعات. خليهم يمكن ما معكش فكه، خدهم مره تانيه. لا يا اختي مفيش خزنه ما فيهاش فكه. احنا ما بنقبلش الفلوس الحرام، اذا كان الفلوس الحلال مقلول قيمتي هنقبل الحرام؟ قول يا اختي. سيدي شكرا. مع الف سلامه. اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ عبد العزيز، عشان انت باين عليك انت كمان مستعجل على المروح. برضه عبد العزيز؟ روح انت اقف في اخر الصف هناك،
بيقف اخر الصف، انت هتقف اخر الشهر. 75 قرش حساب البوفيه مدام زينب. من عينيا. اتفضل. وخلي الباقي علشان ربع جنيه بنشحت. اشرب ايه ربع جنيه ده؟ خليه المحروس اللي ببطنك. طب ما تزعلش، خد. توأم ان شاء الله. ماشي معاك قوي يا بشبيشي. تاخد لك 2 جنيه يا سي رمضان. لا يا اخوي انا ماليش دعوه بالحاجات دي. الله، على الاقل تسدد العجز اللي عندك. الله، انت مش تقول عندك عجز 160 قرش؟ دفعتهم من جيبي. اول مره اشوف صراف خزنته تعجز معاه. احنا كان عندنا قبل منك صراف كان بيسلف المصلحه كلها بالفائز. اعوذ بالله، حتى الله ما بينه وبين الحاجات دي. سلام عليكم. سعيد مبارك. نعم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل شهر وانت طيب يا سي رمضان. الهلوتي ما يفكرش في حاجة وتطلع مش مضمونة ابدا. احنا بنلعب يا بشبيشي، ده احنا عيال مخنا نضيف. 400 الف جنيه على 3
يعني كل واحد مننا ينوبه 135,000 جنيه وحتة. وسلمتين له محسن. لا وانت الصادق، سلمتين له رمضان. يا عم هلال، يا عمو، عمو. اهلا اهلا رمضان. اهلا. ازيك يا عم هلال؟ تعالى تعالى اشرب معايا الشاي. شاي ايه؟ مش لما ناكل لقمه الاول؟ اما انا جايب لك شط طعميه سخنين انما يستاهلوا بقك، وشويه بصل انما ايه. شوف الطعميه حلاوتي، بص سخنه ولع نار. مد ايدك، مد ايدك كل. ولا انت اتعشيت؟ انت اتعشيت، بلاش بقى. انت فين بقالك كام يوم ما انتش باين؟ والله مشغول يا عم هلال وطالع عيني. طالع عينك ليه؟ ده انت موظف ميري قد الدنيا. موظف ميري؟ موظف ميري ده كان زمان يا عم هلال، ايام ما كانت ال 400 فرخه بنكلي. دلوقتي الموظف بياخد على قفاه. اي والله، اي والله العظيم بياخد على قفاه. بالك انا لولا الملامه لكنت اشتغل معاك عربجي على العربيه الكارو بتاعتك دي، على الاقل كنت اتسلم مع النسوان اللي انت بتوصلها. عدم المؤاخذه ما تيجي تشتغل، هو حد عايشك؟ اخاف طول ما انا ماشي اي حد يقول لي علي عوض، علي عوض، وانا ازعل اول ما حد يقول لي علي عوض. انا عايز اسالك سؤال، انا ليه العربجيه بيزعلوا لما حد يقول لهم علي عوض دي؟ ايه الحكايه دي؟ الله يجازيك يا رمضان يا ابني. بقى علي عوض ده كان شيخ العربجيه زمان في سوق التلات، واي صبي جديد كان يجي يشتغل عندنا في مهنتنا ديت لازم يعدي عليه الاول، يدينه العلقه الجامده التمام اللي هي علشان يذله ويخاف منه ويمشيه على الصراط المستقيم العمر كله. ده عقدة تاريخية بقى، حتى العربجية عندهم عقد تاريخية. انت بتبصيني كده ليه يا رمضان؟ انا دلوقتي فهمت. فهمت؟ فهمت ايه؟ فهمت انت ليه ماشي على الصراط المستقيم. الله يجازيك يا رمضان، عسل والله. انت اللي سكر بلك. انا ما بستريحش في القعده مع حد في الحاره دي غيرك والله يا عم هلال. الله يكرمك. خلي اقول لي يا عم هلال. نعم. انت مش اسمك هلال؟ اه. وانا اسمي رمضان. اه. وهلال قبل رمضان. اه. يعني هلال رمضان. اه. يبقى انا ابوك. ما تيجي اتبناك يا جدي. مفيش مانع يا ابني. قال يعني انا ناقص. بقول لك ايه؟ نعم. طب ما تتبناني انا والحمار وتبقى ابو الحمارين. لا انا اتبناك انت والحمار وحماتي عشان ابقى ابو البهايم. طب يلا بقى اتعشى علشان تشرب الشاي. اشرب؟ كفايه انا اشربه من كعاني يا عم هلال. يا جدع قول يا رب بكره تفرج. يا حلاوتك انت يا سكر، بقالك 800 سنه بتقول بكره تفرج وما زهقتش انت يا فراوله. والله انت فراوله يا شيخ. ما تاكل طعميه ولا انت اتعشيت؟ يا ماما يا ماما. ايوه يا احمد. مفيش ميه. انا من ايه؟ هي الميه اللي في الكوز عندك في خلصت؟ مفيش. بقولك يا خلاص صبرها عليا يا ماما. يا بنت وانت قد ما تخش تغسلي وشك مش تشوف الميه هتكفيك ولا لا؟ يا ده الغلب اللي انا فيه. والحمار ده لسه نايم ولا ايه؟ حمار؟ حمار مين؟ الحمار اللي فوق اللي اسمه رمضان. هيسيبنا من غير ميه لحد دلوقتي؟ يا ماما حرام عليك، قطعتي قلبه من الميه اللي بيجيبها لي كل يوم. امال نعمل ايه يا حمك بقى من غير ميه؟ قلبك عليه قوي يبقى لا فلوس ولا يخدمنا كمان. خطيب قال يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان. الله يخرب بيتك، بقينا لسه سابق في كابوس. اصعى على صوتك في الحقيقه يا رمضان. يا رمضان يلا خليك انت عوف الاصيل يا رمضان، اشوف فيك يوم. ايوه يا خلف ابو علي. خلف عينك، انت لسه نايم؟ نوم العوافس ما الله عليك. تعال يا وابط الميه. عيني عيني. حاضر حاضر يا خلف. وقويه جاتك الهم. Thank you.
اكل في وشهم. عينيا حاضر. امال فين عليك؟ انزل اوام. حاضر. انا اهو. صباح الخير يا رمضان. صباح الفل يا ست الكل. انا هروح اجيب ميه بموارد عشان صباحك النادي. تسلم لي. حلوه تسلم لي دي يا ملفوفه القواه. اي والله ملفوفه. سمي يا اخويا على العيل ده لما املى صفحه الميه. الله ده ليه يا ست انت؟ ايه اللي جابك هنا؟ ما انت ما عندكش دم، انت مش شايفني حريم؟ حريم وده شكل حريم برضو؟ امال الرجاله يبقى شكلهم ايه؟ كينج كونج؟ اخرج. طيب. كل واحد في دوره. سمي يا اختي قبل ما اشيل الميه. اسمي مين؟ انا مالي وانا فاضيه. طب شايلين انت. العيل ده بتاع مين يا نسوان؟ باين عليك سرقه. ايه؟ باين عليك سرقه. وانا حاسرق عيل اعمل بيه ايه؟ سرقه. مش عرفني. حاسرقه منين يا وليه؟ مش عرفني. اهي خدي خدي يا وليه. سرقه. ايوه. سرقه يا وليه مش انت اللي مديهولي بايدك؟ انا ما عطيتكش حاجه. ما تدينيش حاجه، انت هتديني يا وليه مش انت اللي مديهالي العيل قلت لي سرقه. حرام يا ولاد حرام. يا ستي ولا عليه عشان الورد ينسيله عليه. طب اطلع انت بقى بسرعه هي سمك احسن تبرد. حاضر يعني. حاضر يمين يا تلفؤاد يا ملفوفه القوام. جاب الميه. الميه هي يا ماما. يلا يا عيال خدوا الميه واغسلوا وشكم. يلا حاضر يا ماما. سيبك يا بنت مع اختك. يلا على راحتك. امال هو راح فين؟ طلع فوق يغير هدومه احسن يبرد. من غير ما يجيب لنا العيش. عيش ايه بس يا ماما؟ كمان مفيش عيش. لا يا بنتي مفيش عيش، عايزين عيش عشان اخواتك يفطروا ويروحوا مدارسهم. اطلعي الدهي. لا ما ماليش دعوه، اطلعي الدهي. بقول لك اطلعي الدهي. الدهي انت جايه يا ماما. اوعي يا اختي كده. يا رمضان يا رمضان. ايوه ايوه اخدت ام علي. انزل قوم هات العيش. نعم. العيش. ماله؟ عايزين عيش. ما انا جبت. انت جبت الميه والدور على العش. ايوه. طيب حاضر نازل. وحياه ابوك مش عايزين حاجه تانيه؟ اذا كنت عايزه فجلي ولا جرجير ولا ابر بوابير قبل ما تنسي. هتفتح لي محضر ده فتح نافوخي. يلا اخينا انت وهي مفيش عيش. لا مفيش عيش. ليه مفيش عيش؟ ليه خالص؟ الساعة 7 الا ربع الصباح العيش خلص. صباحنا وصباح الملك لله. ايوه خالص. انت بتقول العيش خلص؟ ايوه خالص. امال ايه ده؟ ده عيش سياحي من بقى الرغيف ب 15 قرش. العيش بقى سياحي كمان؟ اه. وسياحي ليه؟ عليه سمسم. طب ما تشيل السمسم وهاته من غير السمسم. بقول لك ايه؟ خد من الفرن اللي جنبينا اجري هوينا. يلا. ايوه ده ليك حق عشان الكلام مش هيحوى معاه. يلا يلا يا ست تهيه. يلا يا اخويا خير. يلا شطبنا. يلا يلا يا راجل انت.